تحية طيبة لكل مشاهدين شاشة الأحرار في حلقة جديدة من برنامج معالي المواطن. المواطن الليبي يستحق أن يعيش حياة كريمة تليق به وإمكانية بلاده تأهله أن يعيش حياة مرفهة، لكن الحروب المستمرة هي اللي ضيقت عليه العيشة وصعبت عليه الحياة وخلتها نازح من مكان لمكان وفارق أبسط حقوقه وهو مسكنه وآمن يأويه هو وعيلته. النزوح أزمة حقيقية قاعدة تتجدد بتجدد الحروب اللي تصير من فترة لفترة، أزمة تحتاج لمناقشتها لعلنا نوفق إلى حلول أو تقديم مساعدات ويد العون. خلوكم في المتابعة. أعزائي المشاهدين مرحبتين بكم في حلقتنا الليلة. راح يكون معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس وزير الدولة ولشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالي، وحيكون معنا أيضا الصحفية وداد عون أحد النازحين من منطقة عنزارة. بس قبل ما نبدو مع ضيوفنا خلونا نشوف التقرير هذا مع بعض ونرجع إن شاء الله. ما إن تقرع الاشتباكات طبولها بين فترة وأخرى حتى تبدأ معها معاناة العديد من المواطنين وتعقبها سلسلة من الأزمات يدفع المواطن البسيط كل ضرائبها، فمع تجدد الاشتباكات في كل مرة تتجدد أزمة نزوح العديد من المواطنين. وبحسب وزارة النازحين فقد وصلت أعداد النازحين في الحرب الأخيرة على طرابلس إلى 55,617 أسرة نازحة، تمكن العديد منهم من العودة إلى بيوتهم، ومنهم من ما زالت تعصف به أزمة النزوح بعيدا عن بيته إلى يومنا هذا. بدورها قدمت وزارة النازحين مساعدات عينية وإدارية للنازحين والمهجرين لتسهم في عودة أعداد كبيرة منهم إلى منازلهم، إلا إن عددا من النازحين وجدوا دمارا أعادهم إلى نقطة الصفر في تأمين مأوى مناسب لهم ولعائلاتهم. ليظل السؤال: من سيعوض المواطن في دفعه لضريبة حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، وهل من حلول لمأساته؟ أعزائي المشاهدين طبعا رجعنا لكم، وزي ما شفتوا التقرير أن في عدة نازحين لقاعد الساعة هذه ما فيش ولا حلول لأحد النازحين. زي ما تعرف أن فيه اللي حوش يعني ما يصلحش أنك ترجع له، أنه حوش يعني على الأرض، وفي ناس يمكن رجعت وفي ناس صينت بجيبها الخاص، وفي ناس في من ساعات للبلدية وفي من يساعدوا، بس في ناس لحد هذه الساعة نازحين ما عندهمش باشي حتى يصين وما يقدرش يصين لأن الحوش على الأرض. زي ما نعرف جهة عنزارة وجهة صلاح الدين معظم الحياش يعني غير صالح حتى للصيانة، والناس هذم قاعدين عايشين في إيجار، والله أعلم في اللي ساكنين قاعدين في عمارات اللانشا، وفي ناس ساكنة قاعدة في زي ما سمعت إن قاعدين ساكنين في قابين الضي ما عندهاش مسكين لا باش يصين لا باش يرجع لحوشها في هالشتاء، ما عندهمش أبسط حلول، ما عندهم شيء. اليوم إن شاء الله معنا من عن طريق الأقمار الصناعية السيد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين سيد يوسف جلالي. السلام عليكم سيد يوسف. هلا وعليكم السلام. سيد يوسف زي ما تعرف ان في عديد من المواطنين الليبيين ما يعرفوش ان في حاجه اسمها وزاره شؤون النازحين والمهاجرين، نبي شنو دور هذه الوزاره؟ ما فيش صوتي، راه ما فيش، ما نسمعش فيك انا، بعيد جدا بعيد صوتي هيك. شنو سيد يوسف؟ سيد يوسف تسمع فيه هيك كويس؟ نرجع لضيفتنا اللي هي وداد عون. وداد السلام عليكم سيدة وداد. عليكم السلام ورحمة الله. وداد انت من انتم نازحين، قديش ليك انت نازحة سيدة وداد؟ انا لحد توا قاعدة نازحة، ما رجعتش لحوشي نهائيا يعني. انت منين نازحة سيدة وداد؟ من عنزارة طريق لبيار. تمام، علاش ما رجعتيش لحد الساعة؟ عنزارة الجنوبية يعني. تمام. مشكلة النزوح سواء أنا أو عائلات أخرى اللي تعرضنا لها إن هي ما فيش حلول من الدولة. أنا لاحظت توا في تقريركم إن قلتوا وزارة شؤون النازحين والمهجرين إن هي عوضت أو إن هي ساعدت الناس، ما فيش أي مساعدات. تمام، انت اتجهتي فعن نفسي انا اللي ما رجعتش لان
انت سيده بدات اتجهتي للوزاره ولا ما مشيتيش؟ ايوه. انت مشيتي للوزاره ولا ما مشيتيش؟ وزاره شؤون المهجرين. ايه والنازحين. ايه والنازحين. بكيف تبيني يعني نمشي لها؟ هي اللي بتجينا ولا احنا اللي بنمشي لها؟ تمام، باهي انت نازحه اكيد بتمشي للوزاره. هي اللي تتواصل مع العائلات. هي كويس، باهي تمام. ايوه كملي يا وداد. باهي ما جاكم حد يا وداد؟ انا ما رجعتش لحوشي لان حوشي يبي انا نحكي لك ان انا ما رجعتش لحوشي لان هنا ما فيش صيانه، وهل بعائلات ما قدروش ان يرجعوا لحياشاتهم ان هم ما فيش صيانه، ما فيش تعرف ان ازمه سيوله، حجمه الدمار في جنوب طرابلس حجم كبير هلبة، وان الدوله ولا وزاره الشؤون النازحين والمهجرين نعتبروا فيها احنا كعائلات نازحين لمده سنه واربع شهور، وسكرنا هالسنه هذه ان احنا متغيبه علينا هلبة يعني. باهي سيدة وداد انت خاصة جنوب طرابلس راه اللي هي عين زارة بالكامل. كويس، انت توين مقيمة سيدة وداد؟ حاليا قاعدة في منزل والد زوجي. تمام باه، وقد انتم يعني مؤقتا اللي نحن نبدا في الصيانة يعني. الصيانة حوشك انت حوشك يعني باهي لما ما جاك حد يعني من الوزارة، ما جاكش حد مثلا من اعضاء البلدية، ما فيش اي جهة جدكم يعني بدات انتم النازحين اللي لكم سنة واربع شهور ما فيش حد جاكم؟ خلينا من البداية، يمكن في البداية كانت في حاجات لكن توا في الوقت الحالي ما فيش شيء. لجتنا من البلدية عين زارة ولا جت لجان من الدولة ولا شؤون النازحين ولا المهجرين. المشكلة إن راه في عائلات حياشها مدمرة محروقة، بكيف بيتم تعويضهم هادو؟ تمام، والناس هادو قاعدين برا عين زارة ومؤجرين يعني. قاعدين برا عين زارة ومؤجرين باهي. ومن شوية أنا قبل ما نجيك في اتصال جاني إن في عائلة كانت في المبيت متاع الطلبة في الجامعة على فكرة تعرضت لزوجها توفى في الحرب، وولدها عمره 11 سنة توفى، وهي حاليا مقيمة في الجديدة المعسكر متاع الجديدة وما عندهاش حوش. وين هالدولة في هذا؟ هي حوشة دمر في الحرب ولا ما عندهاش حوش من الأصل؟ ما عندهاش حوش، حوشة دمر في الحرب. هي من سكان عين زارة ولا من أي مكان؟ من سكان عين زارة. تمام، نرجع لمعالي الوزير وزير الدولة لشؤون النازحين والمهاجرين سيد يوسف الجلالي. السلام عليكم سيد يوسف. وعليك السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. سيد يوسف نبوك تعطينا فكرة مختصرة على دور الوزارة وشنو الخدمة اللي تقدم فيها الوزارة؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكركم على هذه الاستضافة ونحيي المشاهدين الكرام في هذه الحلقة المميزة لإعطاء فكرة عن مهمة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الوطني. طبعا حكومة الوفاق الوطني أنشأت هذا الوزير أو كلفت هذا الوزير لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة نتيجة لكبر هذا الملف وما ينتظره من إجراءات تقدم لهؤلاء النازحين بعد نزوحهم نتيجة الحروب والصراعات التي تحصل بين الحين والآخر من 2011 وإلى تاريخه. طبعا عندما كلفنا بهذا الملف تواصلنا مع العديد من النازحين سواء في الداخل أو في الخارج لمحاولة معالجة احتياجاتهم وتقديم ما يمكن تقديمه لهم سواء على الجانب الإنساني أو الجانب الصحي. طبعا هذا كله بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات وأيضا البعثات التي تعمل في الشان الإنساني. هذا باختصار. هي ليست وزارة بالمعنى التقليدي يعني وزارة تكون لها هيكلية إدارية وميزانية خاصة، إنما هو ملف يعالج وزير الدولة مع كل الجهات المختصة سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات
حكومية بقدر الإمكان، يعني يكون لسان حال المهجرين والنازحين في رئاسة الوزراء يعني. تمام، هذا باختصار المهمة التي أوكلت لنا في هذا الملف. تمام. نعم. سيد يوسف، زي ما تعرف أن موضوع النازحين بعد الحرب، في ناس يمكن صينت، قال لك احنا صيننا بحسابنا الخاص، وفي من ساعدهم، اللي يحتاج صيانة قدر عليها يعني في حدود 10,000-15,000 صين. زي ما تعرف أن في معناه في بيوت منهارة تماما، يعني مستوى الأرض ما يقدرش يصينها المواطن. نعم. وفي المواطنين قاعدين على ما أظن، في منهم مهجرين وفي منهم زي ما قالت الأخت قاعد منهم في المبيت الجامعي. أنتم كدير الوزارة هل توصلتم على هذه العائلات؟ سيدي الفاضل، بالتأكيد حجم الدمار التي حصل في جنوب طرابلس ليس بالهين، حجم كبير جدا، سواء كان في الممتلكات الخاصة أو العامة. كثير من المباني سويت بالأرض، وبعد انتهاء هذه الهجمة على طرابلس ودحر العنوان، رجع بعض السكان إلى منازلهم. نقدر هذا الرجوع بما يقدر بحوالي 20% فقط، لأن الحجم الدمار كبير جدا، ويحتاج إلى خطة طويلة الأمد لإعادة البنية التحتية وإلى إعادة الكهرباء وإلى إعادة كل متطلبات الحياة في هذه المنطقة، وهذا يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى زمن أيضا. الحكومة لم تتمكن إلى حد الآن من العمل هذا الشيء لحد الآن، على استحياء شركة الكهرباء تبذل في جهد في هذا، وأيضا فتح الطرقات في بعض البلديات أو المسارات اللي فيها بعض العوائق، ولكن كتعويض لهؤلاء الناس أو كإعادة بناء أو ترميم لهذا الدمار لم يحصل حتى الآن من قبل الحكومة يعني. تمام سيد يوسف باي، يعني خلينا مثلا، انت قلت يعني يحتاج مبالغ كبيره باي، زي ما تعرف ان المنازحين في اللي تو لي قريب خش سنتين وفي لي سنه ونص وقاعد يخلص في ايجار، ويمكن على ما اظن مرتبه 500 دينار 600 دينار الله غالب، حوشه تساوي بالارض، قاعد يراجع في حلول من الحكومه لعل والعسى انه يديروا شيء. لكن انتم مفروض كوزاره يعني لشؤون النازحين والمهجرين، مفروض في حلول سريعه، مفروض في بدل ايجار، في انا ما قلتلكش برا صين تو، لان زي ما قلت انت يحتاج اموال كثيره، لكن مفروض في يعني في حلول سريعه للمواطن الليبي ولا معالي المواطن، ان في مثلا بدل ايجار نخلصوا عليه ايجار، نوفروا له يعني على الاقل سكن، لو نقدروا مثلا لو انتم كوزاره، لانه هذا دور المفروض نقدروا نساعدهم شوي، لان زي ما تعرف المواطن الليبي مرتبه 600 دينار ولا 500 دينار، هل بيخلص بهم ايجار؟ هل بيصين بهم حوشه؟ ولا بيقعد في فصل الشتاء ساكن زي ما قالوا في قبينا في مبيت يعني جامعي؟ أكيد. احنا نعلم حجم المعاناه التي يعانيها المواطن في هذا الخصوص، وتقدمنا بعديد المقترحات والمطالبات الى المجلس الرئاسي ورئاسه الحكومه لتخصيص مبالغ لهؤلاء الناس، ولكن لم نفلح في ذلك. الشيء الوحيد الذي قدمته الحكومة منذ العدوان على طرابلس هو صرف مبالغ للصرف على هؤلاء الناس للبلديات، يعني خص المجلس الرئاسي حوالي مبلغ في حدود 120 مليون دينار، صرفها للبلديات لحوالي 63 بلدية نزحوا إليها هؤلاء السكان لمساعدتهم بالقدر المتاح يعني. وأيضا كانت معنا في هذه الظروف بعض المؤسسات المجتمع المدني، البعثة الأممية، الهيئة الليبية للإغاثة، الهلال الأحمر، كثيرا من الهيئات والبعثات التي تعمل في الشأن الإنساني وقفت معنا في هذا الجانب. وكثيرا لا ننسى جهد هيئة الاتصالات، المؤسسات أو الوزارات زي مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، بعض وزارة الحكم المحلي، يعني كثير من الوزارات قدمت ما يمكن تقديمه أثناء فترة النزوح أي بعد الحرب مباشرة أو بعد اندلاع هذا الهجوم على العاصمة. ولكن حكاية أنك الصرف المعونات للإيجار أو ما إلى ذلك، فهذه طبعا تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا. النزوح وصل إلى ما يقرب على 60,000 عائلة من في خلال شهر وفي خلال سنة وأربعة شهور تقريبا من العدوان على العاصمة. هذا العدد ضخم جدا، لم نتحصل على مبالغ لتوزيعها كبدل إيجار.
رغم أن بعض البلديات تصرفت في المبلغ الذي صرفت لها وصرفت لبعض العائلات بدل إيجار لفترة محدودة، ولكن الفترة طالت وهذا يحتاج إلى جهد مضاعف من الحكومة والرئاسي، ونحن نبذل الجهد في هذا الخصوص ولكن لم نتحصل على الأموال اللازمة لهذا الشأن. زي ما قلت لك، أنا كوزير دولة ليست وزارة لها مخصصات ولها ميزانية مثلها مثل الوزارات الأخرى، إنما نعمل من خلال ما يمكن تقديمه لهؤلاء النازحين من خلال المؤسسات في المجتمع الليبي، سواء كانت مجتمع مدني أو هيئات دولية أو الحكومة. بس أنتم يا سيد يوسف، نعم، أنتم اللي توصلوا صوت النازح، صوت المواطن النازح، أنتم صوته يعني في الحكومة. نعم. يعني أنتم اللي تقدروا تطالبوا به، يعني المواطن المسكين ما عنداش باليد حيلة، لكن أنتم اللي توصلوا صوته وعارفينه. أنت قلت لي من بكري، قلت لي أن اللي رجعوا على ما أظن 20%، صح؟ نعم، يعني 80% قاعد يرجعوا في حدود 20% فقط، وهذه نسبة ضعيفة جدا يعني. ضعيفة. وطبعا هو الرجوع ليس بسبب الدمار فقط، بل أيضا بسبب ما يوجد في هذه المنازل من مفخخات ومن متفجرات، هذه اللي راح ضحيتها الكثير من الأطفال وكثير من السكان. أيضا هذه لها سبب من الأسباب لعدم الرجوع، حتى احنا لا نشجع على ذلك إلا في حدود ضيقة جدا أو في حدود في تنسيق مع الجهات المختصة مثل المركز الليبي للبحث عن الألغام أو الهيئة السلامة الوطنية في وزارة الداخلية أو الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع. فكان في تنسيق معهم لمسح هذه الأماكن وعودة النازحين بطريقة آمنة وسليمة حفاظا على أرواحهم. بس لكن الدمار الهائل هذا يحتاج إلى وقت كبير، ويحتاج إلى حصر، ويحتاج إلى إعادة ترميم وبنية تحتية جديدة. تمام يعني. بس يا سيد يوسف، أنت زي ما قلت، يا ونحن دائما في رئاسة مجلس الوزراء نطرح في هذه الأمور باستمرار. شو كان الرد؟ شو كان في من حلول سريعة؟ نعم، شن كان الرد يعني من المجلس الرئاسي؟ هل في حلول سريعة ولا ما فيش يعني للنازحين؟ والله ما فيش حلول سريعة، هذه قلت لك هذه تحتاج إلى وقت، لا تحتاج إلى زمن، يعني لابد من رصد أموال وما تمر به ليبيا من أزمات بين الحين والأخرى، سواء كانت في قفل الحقول النفطية أو في بعض الأزمات التي تحصل السياسية أيضا من حين الآخر، هذه كلها تأثر على المشهد. يعني ملومش المواطن يا سيد يوسف، ملومش المواطن لما يرجع لي شيء مزعج للغاية، ولكن نحاول بقدر الإمكان أن ندلل بعض الصعوبات التي تخفف من العبء على هذا المواطن الذي يعاني في هذه المعاناة الصعبة، يعني خصوصا في ظل قلة السيولة، انقطاع الكهرباء في هذه الظروف البيئية الصعبة في فترة الشتاء من أمطار وغيرها، فهذه كلها معاناة يعانيها المواطن، ولكن ما باليد حيلة يعني. فلكن نحن نحاول بقدر الإمكان اللي المتاح نقدر نقدمه يعني إن شاء الله. باين أنت قلت لي في البداية إحنا حاولنا نوصلوا مساعدات عينية ومساعدات إنسانية بس هذا كان في البداية، وتو 80% قاعدين هم على ما أظن، ما عاش في حد جاهم، ما عاش في حد دورهم المواطنين. لا، قدمت كثير من المساعدات العينية، سواء كانت في الغذاء أو في الكساء أو في غيرها من المساعدات، قدمت ولا زالت تقدم في بعض الأماكن، حتى في بعض البلديات البعيدة يعني تقدم من خلال الشراكة مع كل الجهات التي ذكرتها يعني. ودائما نقوم بزيارات وننسق بزيارات لبعض الأماكن التي يوجد فيها النازحين، ونقدم لهم اللازم في هذا الشأن يعني. تمام. ولكن زي ما قلت لك، مهما تقدم له النازح اللي يخرج من بيته فهو ضعيف جدا يعني، مهما تقدم له يعني نرجع أكيد المعاناة كبيرة يعني لا شك. تمام سيد يوسف، هنرجع لك إن شاء الله. معنا سيدة وداد. نعم. أحد نازحين منطقة عنزارة وصحفية. سيدة وداد، ممكن تحكي لنا أنت على ما أظن قلت لي ما فيش ولا جهة رسمية جتنا، أنت شو كان معاناتك يعني مع أحد النازحين لحد الساعة هذه؟ شو اللي تعانوا فيه من أول ما طلعتوا لحد هذه الساعة؟
معاناتنا كانت صعبة جدا لأن الدولة كانت غايبة علينا، وحتى وزارة شؤون النازحين والمهجرين والبلديات اللي هم شكلوا لجان أزمة إن هي باش توفرنا احتياجاتنا ما كانتش موجودة وبفاعلية أكتر. أول ما طلعنا سجلنا في بلدية عنزارة إن احنا باش صرفتنا بطاقة موجودة عندي لتوا فاضية ما فيها شيء، الناس لا تموين لا فرش، استقبلوا عدد معين في المدارس اعتبروهم هم النازحين والمهجرين، وبرا المدارس اللي مثلا مشوا لأهلهم أو إن هم مشوا لأماكن أخرى أو طلعت لخارج طرابلس، واللي أجر ودفع مقدم 6 شهور باش إن هو يسكن مع غلاء الأسعار اللي موجودة اللي مرتبة وقف في ظل الظروف هذه اللي مر بها الكارثة اللي احنا وجعتنا ووجعت السكان بالكامل، ان هم ما فيش لا دولة وقفت في صف النازحين، وخاصة لان بنكلم لك على جنوب طرابلس اللي هو عين زهرة من الفرناج للخلاء كويس ما للقبائلية لطريق الأبيار لوادي ربيع، فهذو الناس تعرضوا لتهجير لمدة 1 سنة و4 شهور. في ناس رجعت يا وداد صح ولا؟ تم صرف مبالغ تم نعم تمام كملي به تم صرف مبالغ مالية للبلدية للجان الأزمة و120 بدل أجار إن هي توصل للعائلة النازحة، ما في شيء يعني. بنوه على الكلام اللي قاله ضيفك اللي هو السيد الدكتور يوسف جلالة إنه هو موصل شيء للعائلات، أنا تواصلي معهم وهو يعرف هذا الشيء إني نجيت ودرت معاه لقاء، إنه ما فيش حد وصل له لا بدل أجار وحتى التموين عن طريق لجان الأزمة بالمعرفة وبالواسطة وبحمد وحميدة. بس وداد السيد يوسف قال لك إحنا ما صرفناش، وللمعلوم قال لك إحنا ما صرفناش بدل إيجار، كوزارة ما صرفتش بدل إيجار، مش هم اللي نحكي على لجان الأزمة. تمام لجان الأزمة يتبعوا مني لجان الأزمة شكل لجان الأزمة وصرفوا له مبالغ مالية يا سيدة وداد لجان البلديات تبع البلدية، الحكومة صرفت فلوس للبلديات تبع البلدية ايه ما صرفتش للوزارة البلديات، وانت يعني نحكي على الفلوس اللي صرفوهم للبلديات للجان الأزمة. تمام با ايه ما فيش حد وصل له أصلا أول قيمة، وراهم مقدمين اما توا لما تمت الحرب قدموا ملفاتهم مشوا للمركز الشرطه وفتح محضر بالسرقات وبالتخريب وبحوشه اللي متساوي بالارض، وسلم ملف مثلا نقولوا احنا للبلديه باش انه هو كان في تعويض اي شيء، ما في شيء لحد اللحظه هذه ما فيش حتى حاجه. يعني حاجه ثانيه نقول لك حاجه ثانيه ان الناس محتاجه تموين، محتاجة حتى الكهرباء لحد اللحظة في حياش ما قاعدة ما وصلتهاش الكهرباء، حجم الدمار الكهرباء حجم يعني كارثي جدا. يعني مستمرين مع ضيوفي إن شاء الله في حلقة النازحين في معالي المواطن، بس نطلع فاصل ونرجع إن شاء الله. أعزائي المشاهدين رجعنا في حلقة معالي المواطن، وحلقتنا الليلة على موضوع النازحين. زي ما قلت لكم في البداية طبعا ضيوفي اللي هو وزير الدولة لشؤون النازحين والمهاجرين سيد يوسف الجلالي، ومعنا الأخت وداد عون هي أحد النازحين مدينة عنزارة. نرجع لسيد يوسف الجلالي. سيد يوسف زي ما تعرف أن الوزارة أكيد تتعامل بمعايير دولية ومنظمات دولية، أكيد فيه يعني منظمات دولية مختصة في مجال النازحين، أكيد تعاملتوا معهم أنتم كوزارة، يعني لما أنتم تعاملتوا كمع منظمات دولية ما فيش دعم للنازحين؟ بالتأكيد أنا كوزير دولة ننسق في هذا مع كل الجهات الداعمة زي ما قلت لك في المقدمة، مع سواء كانت مؤسسات محلية في مؤسسات المجتمع المدني أو أيضا المؤسسات الهيئات الدولية التابعة للبعثة،
مثل المنظمة منظمة الهجرة الدولية، الأوتشا، صندوق السكان، منظمة الصحة العالمية، هذه كلها منظمات تدعم فينا وتدعم في النازحين، وكانت واحنا على تنسيق معها في تبادل المعلومات وفي توزيع هذه المساعدات، سواء عن طريق الهيئة الليبية للإغاثة أو عن طريق الهلال الأحمر وعن طريق أيضا شبيبة الكشافة. فهذه كلهم يتعاونوا في توزيع هذه المساعدات التي تقدم من هذه الجهات ومن الجهات الحكومية أيضا لتقديم المساعدة اللازمة أثناء الأزمة. يعني السيد يوسف، زي ما عرفت أن في الفترة الماضية في أثناء الحرب أن موضوع النازحين الرئاسي على ما أظن تعاون هو والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي. صندوق التضامن الاجتماعي طبعا قدموا لنا عدد النازحين، وصل عدد النازحين حوالي 60,000، واخذوا الأسامي وطبعا اخذوا منهم شيك ملغي. هل أنتم في تعاون بينكم بين صندوق التضامن الاجتماعي؟ تقول لنا شن صار آخر تطورات مع الهيئة العامة صندوق التضامن الاجتماعي في موضوع النازحين؟ نعم، هو صندوق التضامن كان من ضمن لجنة عليا كانت في رئاسة السيد النائب أحمد معتيق في هذا الخصوص، وطبعا تم حصر هؤلاء النازحين، وكان قررنا أن تصرف لهم معونات في حدود من 5 إلى حوالي 15,000 حسب الأضرار، ولكن لم تحصل القيم اللازمة لهذه الشريحة، لم ترصد لهذا الصندوق، لذلك بقى الموضوع متعتر إلى حد الآن. حاولوا يديروا حل آخر بإنشاء مركبات أو مجمعات سكنية لهؤلاء النازحين، وتعاقد مع شركات أيضا في هذا الخصوص، ولكن أيضا تعتر الموضوع عند الجهات الرقابية وجهات المحاسبية. وكل هذه الجهود كنا على تواصل مع هذه الجهات، ولكن لم ننفذ منها شيء على أرض الواقع، وبقي المواطن أو النازح يأنه تحت هذه الظروف الصعبة لحد الآن. يعني سيد يوسف جلالي، مستمرين إن شاء الله في حلقتنا، نبغى نطلب مع بعضنا نشوف استطلاع الرأي ونرجع إن شاء الله. والله هي منطقتنا هذه نسبة الأضرار فيها كبيرة جدا، مجموعة كبيرة من منازل المواطنين نسبة الأضرار فيها يعني كبيرة جدا، في اللي طاح الدور في الدورين، في اللي محروق، فنتيجة الحرب اللي انتهت في شهر أبريل الماضي أدت إلى دمار معظم المنازل في الحي متاعنا. هذا حصلنا شيء من أي طرف؟ ولا ما حصلنا حاجة، جينا حياشنا متدمرات ودنيتنا متدمر وتاتنا متدمر وعائلاتنا قاعدين برا متشردين، ولو واحد شافنا ولو واحد شاف رعانا بكل ما حصلناش، لا حصلنا تعويض، لا حصلنا إيجار، لا حصلنا حاجة، قاعدين كرم يفرج ربي. أنا من سكان شارع المطبات بلدية أبي ذر الغفاري، ورجعنا لحياشنا وكما تشوفوا قاعدين نصينوا وفي الحياش أضرار بليغة، وما في شيء بادرة من الدولة، لا مسؤولين، لا جانا حد، لا رعانا حد، ودرنا الأوراقي وفتحنا محاضر في مركز الشرطة تاع حي الكواخ، وقاعدين نصينوا كيف ما تشبحوا انتم معهم، قاعدين هاو العمال يخدموا وأضرار بليغة، وانتم يمكن برمتوا على المنطقة وشفتوها، يعني كيف ما تشبحوا أضرار بليغة والناس مجهوداتها الذاتية. زي ما شفتوا التقرير، الناس قال لك ما جانا حد وقاعدين يصينوا عن طريق جيبهم الخاص، ما فيش من دورهم. نرجع للسيد يوسف جلالي وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين. سيد يوسف، على ما أظن الصندوق التضامن الاجتماعي وزع في بداية الحرب، وعندما يعني استلم الموضوع لاحظنا أن صندوق التضامن الاجتماعي وزع معونات للنازحين اللي هي معونة يعني عينية، ونشبحوا فيه يعني أعطيه فراشات وأعطيه دفايات وأعطيه على ما أظن حاجات إلكترونية، غسالات، بس في الفترة الأولى، يعني الفترة هي اللي توه قعدوا زي ما قلت 80% ما عاش في حد من دورهم. يعني أنتم كدوركم في الوزارة قاعدين متواصلين مع صندوق التضامن الاجتماعي
ولا بالمؤسسات المجتمع المدني ولا بوزارة الشؤون الاجتماعية، انكم تحاولوا ال 80% اللي قاعدين انهم ما تقصروش عليهم، يعني حتى في موضوع التموين، في موضوع الفراشات، في اي حاجة يعني بدأت فصل الشتاء زي ما تعرف انت تو. احنا نعم احنا قلت لك متواصلين مع هذه الجهات بصورة مستمرة، ولكن تعرف انت طبعا نهاية العام دائما يقول لك يستنوا في الميزانية ومش عارف شنو واشياء زي هذه. بعض الجهات لا زالت تقدم بعض الجهات الاشياء العينية او المواد الغذائية او بعض الاشياء والكساء وما الى ذلك، فنحن نحثهم على ذلك ونتواصل معهم بقدر الامكان، يعني بقدر ما يقدروا يقدموه يعني، ولكن ليست الاشياء متوفره زي ما يتصورها الناس بالقدر الكافي اللي يرضي كل الناس، اللي يرضي هؤلاء الناس. نعلم حجم المعاناه، ولكن طبعا هذه الاشياء تحتاج الى ميزانيات ضخمه، وهذه لم تتاتى لنا حتى الان يعني. باي سيد يوسف، أنا نبي نقول لك حاجة، أنت بصفتك كوزير الدولة ولشؤون النازحين والمهاجرين، زي ما نعرفوا أن في ناس، في المسكين اللي يقدر أن هو يأجر يقعد سنة 3 سنين ب5000 6000، بس في ناس مواطنين مساكين قاعدين راي في المبيت الجامعي، يقعدوا في مدارس، يقعدوا في مكانات يعلم بها ربي، صاحب عيلة مرتبة 500 دينار مضطر أن هو يقعد في مدرسة ولا يقعد في مبيت جامعي، حتى يعني حلول للناس هي اللي مقتدر وقدر يحل مشكلته ان شاء الله ربي يزيد يفرج عليه، بس ان في ناس ما تقدرش، يعني يمكن عددهم ما همش بهذاك العدد الكبير. انتم كوزاره يعني ما قدمتوش اقتراح حتى بالناس اللي موجوده في المدارس، ما قدمتوش اقتراح للرئاسي، يعني ما فيش رد سريع، ما فيش حلول سريعه لهذ الناس، زي ما تعرف ان الفصل الدراسي حيبدا. يا سيدي والله قدمنا عديد الاقتراحات، ولكن الاستجابه هي اللي ضعيفه من الحكومه. طبعا المدارس لم يعد حد موجود الآن في المدارس وفي الأقسام الداخلية وما إلى ذلك، إنما كل الموجودين الآن رجعوا، اللي رجعوا لبيوتهم رجعوا، واللي يبدأ اللي قاعدين مع قاربهم أو وفي اللي طلعوه لمدنهم الأصلية، في بعضهم راجعين لمدنهم الأصلية، في اللي طلعوه أصلا يوسف. في الأصل مؤجرين، يعني هم أصلا فيه اللي ما يملكوش هذه البيوت في مناطق الاشتباكات من الأول، ما هيش بيوتهم، هم مأجرين فيها وأجروا في أماكن أخرى يعني، هو ما لكن الغالبية العظمى اللي هي فيه ناس طبعا مقتدرة وتأجر وقدرت تتحمل هذه الإيجار هذه الفترة، ولكن الغالبية أو الناس الضعاف أو دخلهم ضعيف بقوا في هذه الأماكن، ونحاول احنا بقدر الامكان مع سواء وزاره الشؤون الاجتماعيه او مع الرئاسي وزاره الماليه لتخصيص مبالغ لمساعدتهم، ولكن لم نفلح في كم مره ان نطرق في هذه الموضوعات في كل تقريبا اجتماعات مجلس الوزراء، ولكن أنا نصد بان الاموال لا توجد في هذه الفتره لتغطيه هذه الاحتياجات. يعني منلومش على المواطن، منلومش على المواطن لما يرجع في ظل الخطورة اللي موجودة في بيته، زي ما قلت الغام، وزي ما قلت فيه يعني ما فيش كهرباء، يعني منلوم عليه المواطن، يعاني منلومش عليه صعبة طبعا، يقول لك نرجع في ظل في الظروف هي اللي زي ما تقول انت، ولا نقعد نخلص في 700 و800 ما فيش حد حاسبي. السيد يوسف، ان شاء الله ربك تفرج قريب ان شاء الله، بارك مع بدايه هذا العام ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، عام 2021 ان شاء الله تفرج على الجميع وتسوى هذه الاوضاع ان شاء الله وتستقر البلد ونستمر في البناء والتنميه والاستقرار ان شاء الله. ان شاء الله. نبيك تعطيني فكره لآلية توزيع المساعدات على النازحين. نعم. كيف اليه والمعايير تاع التوزيع على النازحين؟ النازحين طبعا هم معروفين مسجلين في رجال الأزمة في كل منطقة نزحوا إليها في هذه البلديات، فيه لجان هي اللي تقوم بتسجيلهم وتوزيع عليهم هذه المساعدات التي تأتي من سواء من الحكومة والله من المؤسسات المجتمع المدني أو الهيئات الدولية، توزع عليهم حسب القوائم اللي موجودة عندهم، هو أسبوعي أو شهري أو يعني كل لجنة لها ظروفها ولها إجراءاتها يعني. باي الناس اللي مزورة وزي ما قلت انت مأجرة في مكان وجدت قاعمز في مكان النازحين وقالت حتى اني نازح
وطبعا في ناس مدايره زوز بطاقات وفي ناس مسجله في البلديه هذه ومسجله في البلديه هذه, وان شاء الله ربي يسامحهم المفروض يخلوا المجال للناس. تحصل بين الاخر هذه كم تكون نسبتها, يعني نسبتها ممكن يكون في بعض ناس يستغلوا في هذه الازمات, يعني حتى في ناس كثيرين يقول لك نازح هو مش نازح اصلا, هو يجي حتى ياجر مرات في حوشه ويجي يقعد في مدرسه والله في حاجه صحيح زي هذه, وهذه تحصل ولكن بكم من نسبه تكون, يعني ما هيش هذيك النسبه الكبيره, ولكن العدد الكبير هم اللي المتضررين فعلا يعني من هذه الاشتباكات وهذا العبث اللي حصل حوالين العاصمه. كاد ان ينتهي ملف النازحين لولا هذا الهجوم الذي اربك مشهد الملف او ملف النازحين, واصبح مزعج للغايه, يعني اثقل كاهلنا وكاهل الحكومه وكاهل الناس ايضا المتضررين في هذا الشان. سيد يوسف, زي ما تعرف ان في البلديات مش كل البلديات قائمه بواجبها, يمكن خمس بلديات ست بلديات من بدايه الحرب على طرابلس, يعني خمس بلديات ست بلديات هي اللي قائمه بواجبها تجاه النازحين, وباقي البلديات ما في شيء, يعني زي ما قالت الاخت السيده وداد ما حصلنا شيء من البلديه, يعني مزبوط اني نسمع في بلديه تعطي في بطاطين وتعطي في دفايات وتعطي في تموين يعني مساكين في حتى اللي داروا بدل ايجار زي ما نقول, يعني بلدية بوسليم دارت حلول يعني للنازحين, وفي بعض البلديات ما في شيء, يعني ومع أن صرفوا لهم أموال مفروض أنتم تكونوا تنسيق بيناتكم وبين البلدية, صحيح ولا؟ ممكن بعض البلديات اللي ما تصرفتش في المبالغ التي صرفت لها بطريقة سليمة, وهذه طبعا فيه جهات رقابية وجهات محاسبية تحاسبها وتتابع فيها, ولكن الغالبية البلديات التي فيها عدد كبير وخصوصا البلديات اللي طرابلس الكبرى وحوالين طرابلس مثل الزاوية مثل مصراتة الخمس زليتان, هذه بلديات لجأوا إليها كثير من النازحين وصرفت لهم أموال وصرفتها على هؤلاء الناس, يعني في حتى فيه من استنفذ المبلغ اللي يخصص ليه وطالب بمبالغ أخرى, ولكن في بعض البلديات فعلا اللي ما استغلتش هذا المبلغ الاستقلال السليم, وفيه اللي بعض بلديات حتى بعيدة ممكن صرفت لها بعض الأموال وما ولم تستثمر الاستثمار السليم, ممكن في سوء توزيع هذا اللي حصل, ربما هذا اللي أربك المشهد قليلا. يعني سيد يوسف, فيها قانون العدالة الاجتماعية اللي رقم 29 لسنة 2012 هو قانون يقف في صف المهاجرين والنازحين حيث تعويض الأضرار اللي في حقهم, يعني هذا عندهم قانون صريح اللي هو رقم 29, أنتم كوزارة المفروض تستندوا لهذا القانون. نعم هو نعم تمام, تفضل مع الوزير. نعم هو القانون هذا صدر عن المؤتمر الوطني رقمه هو 29 لسنة 2013, القانون صدر من هذه الفترة ولم ينفذ هذا القانون على أرض الواقع, ولم تصدره لائحة تنفيذية من ذلك الوقت. السبب كان هو في كان فيه مادة من المواد تلزم أن المؤتمر الوطني أو الجهة التشريعية هي التي تصدر هذه اللائحة التنفيذية, ولم تصدر طيلة هذه الفترة. وزارة العدل بادرت بتحريك هذا الموضوع وأنشأت لائحة تنفيذية وأعدت لها عديد الورش لإصدار هذا القانون, وتم عرضه من قبل وزير العدل في مجلس الوزراء, وأيضا اصطدم أثناء النقاش في ذلك بهذه الفقرة من اللائحة أو من المادة اللي في القانون التي تعطي الشرعية أو الحق للجهة التشريعية هي التي تصدر القانون, وبذلك شكل مجلس الوزراء لجنة فيها مختصين وبعض الوزراء لدراسة هذا الموضوع, واجتمعت عدد الاجتماعات وأرجعت هذا واقترحت في النهاية أن اللائحة تصدر من المجلس الرئاسي أو الجهة التنفيذية في الحكومة, وفعلا وافق مجلس الوزراء على هذه اللائحة, والآن هي في إصدار في دور الإجراءات التنفيذية لإصدار للعمل بهذه اللائحة إن شاء الله. ف
في الفترة القريبة، وهذه فعلا هذا القانون هو ينصف الكثير من المتضررين، وهو قانون اسمه قانون العدالة الانتقالية وليس قانون العدالة الاجتماعية، وممكن هذا القانون يحل الكثير من الإشكاليات من جبر الضرر وتعويض المتضررين وأيضا حتى المساجين وغيرها من الإشكاليات التي حصلت أثناء هذه الفترة أو الفترة الماضية. نعم. السيد يوسف، في سنة 2011 تأسس هيئة أو صندوق لجبر الأضرار، سنة 2011 صندوق لجبر الأضرار، هل هو يتبعكم أنتم في الوزارة ولا هو هي مستقلة بروحها؟ هو صندوق جبر الضرر تأسس من سنتين بقرار، من لا علم لي بأنه صار في 2011، ولكن في المجلس الرئاسي أصدر قرار بإنشاء صندوق لجبر الضرر في سنة 2018 وفي نهاية 2017، ولكن هذا الصندوق لم يفعل ولم يشكل له مجلس إدارة ولا مقر، ولكن هو بقى قرار فقط، ولم نحن نسعى من خلال تواجدنا في هذا المجلس بأن يفعل هذا الصندوق في أقرب فرصة ممكنة، وترصد له الأموال اللازمة. سيد يوسف، شو فكرة هذا الصندوق؟ يسمح للناس بالتبرع فيه، وأيضا الناس المقتدرين للتبرع وللمساهمة في إعادة إعمار المناطق المدمرة وإعادة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله. قاعدين مستمرين معك سيد يوسف جلالي، وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ونرجع لسيدة وداد عون، هي أحد النازحين مدينة أنزارة. سيدة وداد، آخر مستجدات، يعني أنت قلتي جاني تليفون قبل ما نجي، آخر مستجدات أنت كنازحة وعلى ما أظن مهتمة بموضوع النازحين اللي هي مدينة أنزارة، آخر مستجدات شن صار معاكم وأي جهة اللي أنتم مشيتوا على ما أظن لصندوق التضامن الاجتماعي وقدمتوا، وفي منكم من خداع يعني إعانة عينية ومنزلية، آخر شيء أنت شن صار معاكم كمدينة أنزارة كمجموعة النازحين؟ فيما موضوع يخص صندوق التضامن الاجتماعي، طلبوا إن هم مستندات وأوراق وملفات وكل شخص في البلدية اللي هو فيه. أنا حاليا في بلدية حي الأندلس، قدمت لصندوق التضامن الاجتماعي في البلدية وقدمنا لهم الأوراق، بس هذاك يوم وهذا يوم، يعني أنا حسب ما نسمع للدكتور قال إنه هو قدم حاجات عينية ممكن قدمها في البداية، وأكثر تركيزهم كان على اللي موجودين في المدارس، اللي خارج المدارس مش شورهم، يعني مش نازحين. وهذا أول ما أني عملي كصحفية درت لقاء مع السيد الدكتور عثمان عبد الجليل، كان هو اللي شاد ملف النازحين في البداية، فقال لك إن احنا اللي النازحين هدوما في المدارس، اللي باقي المدارس ما عندناش تواصل معهم أصلا، بلك هم ما قدموش. يا وداد مرات اللجنة جت لقيت الناس هذا في المدارس، مرات في نازحين ما تواصلوش مع الجهات المختصة. أنا كلجنة ما نعرفش أنت وين قاعد، يعني معالجة الأزمة. تمام، أنا هم مرات ما يعني قدمنا أوراقنا في مجال قدمتوا الأوراق، قدمنا أوراقنا في لجان الأزمة، كل منطقة كل مثلا أنا انزحت، أول ما انزحت مشيت لحي الأندلس، وفي اللي انزح في بوسليم، واللي انزح في الهضبة، واللي انزح كويس في تمام تجورة وسوق الجمعة، في لجان أزمة مختصة تقدم إجراءاتك أنك أنت نازح وموجود في المنطقة. باهي تمام، أنتم قدمتوا مرتين، قدمتوا للبلدية وقدمتوا لمكاتب الصندوق، يعني عندهم مكتب خدمات تضامنية، صح ولا؟ إيه. انتم لما قدمتوا لم يقدم شيء لصندوق التضامن، حتى اعانات منزليه يعني انا ولا لغيري، رغم حد العائلات الاخرى لا في رسميني في انا ما قلتش بدل ايجار ولا شيء، قصدي المساعدات اللي قدموها اللي هي عينيه مثل فراشات والبطاطين والدفايات والغسالات. لا ما خدنا شيء الا من طرابلس المركز بس. شنو خذيتوا من طرابلس المركز؟ زوز بطاطين، هذا بس زوجي وتموين. هذا آخر مرة آخر مرة يا وداد اخذتوه التموين؟ قبل رمضان اللي فات، يعني لها قريب سنة فترة الحرب، وتوه ما في شيء. تمام، ما في شيء.
لا سواء أنا ولا حتى العائلات اللي حاليا رجعت للمنطقة يعني. باهي اللي زي رجع المنطقة ما غير كان فيه اللي صين حوشة وقعد يدبر أموره أوكي خير ما قاعد في الإيجار ولا زي ما قلتي أنت مبكري قلتي لي في حالة كانت في المبيت الجامعي. كانت في المبيت الجامعي لما أنا قبل الحرب قبل الحرب ما تنتهي مش قصف المبيت كويس تعرض زوجها لتوفى وعندها ولد عمره 11 سنة توفى لا حول الله وهي متضررة ما لقيتش وين تسكن سكنوها في جديدة أعطوها دار في جديدة لا حول الله هي وين اتجهت مشت للبلدية أنت على الفرناج ولا مشت بالضبط مشيت للبلدية الفرناج وما حصلت شيء قالوا ما عندنا شيء إن شاء الله خير إن شاء الله بحكم أنها هي في نطاق بلدية عين سهرة كلمة أخيرة سيدة وداد تقوليها للمسؤولين ولسيد يوسف جلالي يعني أنت بصفتك نازحة أنا أقول لك حاجة أنا نعتبر في وزارة مع احترامي للدكتور نعتبر في لجنة وزارة شؤون النازحين والمهاجرين والنازحين اي نعتبر فيها ان احنا ما قدمت شيء لينا انا نتمنى ان بدل ما تكون لجنه شؤون النازحين والمهاجرين تكون لجنه طوارئ ان هي تهتم بهذا الشيء هذا شيء شيء ثاني نبي وقفه جاده من المسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية من وزارة حكم المحلي من رئاسة الوزراء من شاد الملف بملف النازحين نتمنى تكون في وقفة جادة وان هم يكونوا ما بين الناس يشوفوا اوضاعهم يشوفوا معاشتهم راه في ناس ما تاكل ما عندهاش حتى شن تاكل راه في ناس اوضاعها مؤسف جدا يعني مش معقولة هما يعني لما تقول لي أنت لما ركزت على كلمة من بكري وتقول لي منظمات دولية باش تجي توكلني وباش تديرني وأنا في دولة إن هي المفروض هي المهتمة بهذا الشيء صحيح صح شكرا لك سيدة وداد وإن شاء الله ربي يفرج سيدة وداد وحنتواصل معك يعني فريق البرنامج حيتواصل معك واللي يقدر عليه معالي المواطن يديرها معاكم ولو شيء بسيط نرجع للسيد يوسف الجلالي سيد يوسف زي ما نعرفوا أن طبعا الوزارة شكلت لجنة مؤخرا بموضوع النازحين اللي خارج الدولة يعني اللي خارج البلاد يمكن على ما أظن عندكم اتصال ببعض النازحين شنو آخر تطورات أنتم مع النازحين اللي هم خارج البلاد طبعا احنا تواصلنا مع كل المهاجرين خارج البلاد وخاصة في تونس ومصر وحاولنا بقدر الإمكان أن نرجعوهم إلى الأرض الوطن وعالجنا كثير من مشاكلهم الوظيفية مع أعمالهم وبعض المشاكل الاجتماعية بتعاون رجال المصالحة الوطنية كان لهم دور معنا في هذا الشأن وبصراحة تغلبنا على كثير من الإشكاليات اللي كانت تواجههم ورجعوا فعلا ممكن يعني آلاف الناس رجعت إلى أعمالها وأصبحت تمارس في حياتها الطبيعية في ليبيا والعدد نقص كثير طبعا من تونس ومن مصر إلا أن هجوم على العاصمة أو جنوب طرابلس هو الذي أربك المشهد ورجعنا إلى المربع الأول كنا ننهي هذا الملف في نهاية 2019 خصوصا في الخارج إلا لمن يريد ألا يرجع أو لديه بعض الإشكاليات الكبيرة أو محكوم بقضايا وما إلى ذلك ولكن بقية الناس أغلبيتهم انحلت مشكلتهم والمفروض يرجعوا إلى بلدهم ويساهموا في استقرار البلد والتنمية الشاملة والمصالحة مع كل الليبيين وإنهاء هذا الملف نهائيا إن شاء الله سيد يوسف زي ما قلت لك في البداية أنت توصل في صوت النازحين طبعا أنت صوت النازحين للحكومة
يعني آخر كلمة تقوله لنا يعني شين الموضوع اللي نطمنوا به حتى النازحين؟ هل في حلول قريبة يمشوا يعني يروحوا لحياشهم؟ يعني ما فيش حلول يعني خلينا حتى من الحلول، أنت بكري قلت لي يبوا أموال ضخمة، بس نبوا حتى حلول عينية، يعني نساعدوا الناس في شيء أبسط شيء، يعني نوفروا لهم على الأقل زي ما نقولوا بسطة طبطاطين، مواد غذائية. راه يا صاحب العيله لما يكون مرتبه 500 دينار ولا 600 ولا حتى 700 دينار، زي ما تعرف انت مدينه طرابلس اقل ايجار ب 1000 دينار وتلقى حشاك مرات خرابه 1000 دينار، هل بيخلص به ايجار، بيوكل به صغاره، بيقريهم في المدرسه؟ ومت يعني انتم كوزاره مفروض انتم الجهه الوحيده اللي مسؤوله واللي مخوله بهذم الناس. كلمة أخيرة تقولها يعني، ومن تلوم يعني أنتم كوزارة كان ما عندكمش كنيات لي، من تلوم يعني في توقف عن المطالبة التي ذكرت، كل هذه الأشياء التي ذكرتها لم نتوقف عن المطالبة بصورة مستمرة مع الحكومة، ومطالبتي أنا كانت ممكن أن تكون الوزارة ليس وزير دولة، يكون وزارة مستقلة، وزارة خدمية بكامل هيكليتها وترصد لها ميزانية خاصة للصرف منها على هذه الشريحة، لأن هذا الملف سيستمر معنا فترة طويلة، لأن الدمار حجم الدمار هائل ويحتاج إلى كثير من الأموال وكثير والخطط الموضوعة من الدولة لإعادة الإعمار في هذه المناطق. فوزير دولة بدون أي إمكانيات لا يمكن أن يحل كل الإشكاليات التي تواجه هذه الفئة وهذه الشريحة المسحوقة والتي تعرضت لهذا الأمر. نأمل من الحكومة أن تستجيب لمطالبنا وأن تكون وزارة مستقلة لها كامل الصلاحيات في التخفيف من العبء على هؤلاء الناس الذين يعانون في هذه المعاناة. نعم. شكرا لك سيد جلال وزير الدولة لشؤون النازحين والمهاجرين، وشكرا للسيدة وداد عون أحد نازحين مدينة أنزارة وصحفية. طبعا أعزائي المشاهدين زي ما شفتوا وزارة قاعدة لهذه الساعة قلت لك أنا ما عنديش حلول، ما عنديش يعني ما عنديش ما مش مخوليني كماليا كخدميا، ياريت نخاطبوا المسؤولين من معالي المواطن أن يشوفوا حل لهذم الناس بالذات في فصل الشتاء. زي ما تعرف أن صاحب العيلة هل بيخلص إيجار 700-800 ولا هل بيقري صغارة ولا هل بيصين حوشة، ياريت تشوفوا هذم الناس. أعزائي المشاهدين وهيك نكون وصلنا نهاية حلقتنا، نتلاقوا في حلقة جديدة وموضوع جديد، تصبحوا لألف خير إن شاء الله.